حلقات البرنامج نشوف نرصد حالة معينة أو موضوع معين اللي يكون هو القضية اللي مهمة بالشارع العراقي. فأهم قضية اللي صارت وحابين أنه نحكي بها أكيد إحنا اليوم آني وحسناء، واللي صار لغط جدا كبير عليها وهواية ناس استاءت من هذا الموضوع، فحابين اليوم نسلط الضوء عليها نتحدث بها آني وحسناء. كلنا نعرف أن وزارة المالية مؤخرا فرضت ضرائب على رواتب الموظفين، وهم اللي قالوا بالبداية أنه راح تكون هذه الضرائب على أصحاب الرواتب العالية بما يقارب نسبة 40% من هذه الضرائب، واستثنوا الموظفين أصحاب الرواتب اللي تكون الأدنى القليلة. صحيح. وإحنا نعرف اليوم أنه يعني القيمة انخفضت يعني الرواتب مقارنة يعني بالدولار اللي عندنا اليوم، إحنا اليوم ارتفعت قيمة الدولار بشكل جدا كبير والرواتب انخفضت، فكيف تفرض ضرائب على الرواتب هي قيمتها أصلا انخفضت؟ صحيح. مع ارتفاع سعر الدولار الرواتب تخفضت، يعني صارت ما تتناسب ويا غلاء الأسعار اليوم، يعني ولا متطلبات المعيشة ولا احتياجات المواطن العراقي اللي هو عنده إيجار، عنده مولد، عنده هواية تفاصيل بحياته. يعني حتى اللي راتبه مليون اليوم يعني صار بما يقارب 600 أو 700، يعني بالضرائب اللي فرضت عليه. وإحنا قلنا أن وزارة المالية استثنت أصحاب الرواتب المنخفضة يعني والأصحاب الرواتب العالية بما يقارب 40%، وبعدين ترجع وزارة المالية تفرض هذه الضرائب على أصحاب الرواتب المنخفضة بما يقارب 20 أو 25%. فعلا هذا الموضوع سبب استياء كثير من الناس وخاصة شريحة الموظفين يلي اليوم هذا الموضوع يخصهم وهو الاستقطاع الضريبي. لكن اليوم مو كل الموظفين يا مصطفى وأيضا مشاهدين يشملهم هذا الموضوع، اليوم الموظفين شاملهم لكن باستثناء موظفي وزارة الداخلية والدفاع، أي الشرطة أو الجيش أو الشرطة الاتحادية. صحيح. هذا الموضوع هم استثناء، رغم كنا نعرف رواتبهم هم كلش عالية ما يقارب الأكثر من مليون، لكن مثل ما ذكر مصطفى اليوم هواية من حملة الشهادات والخريجين كان شغلهم الشاغل يحصل على وظيفة، لكن يا فرحة ما تمت، صارت عليهم هذه الوظيفة الحكومية نقمة. شلون؟ يعني أحد الأشخاص ذكر أنه هو موظف، قال أنا بالسابق أنا خريج عندي شهادة، كانت أمنية حياتي أكون موظف حكومي، تحقق هذا الحلم، لكن للأسف صار الموضوع عبارة عن كابوس بالنسبة إلي. صح. بعد ما تعينت هنا جت الصدمة وهي من قبل وزير المالية علي علاوي بأنه فرض هذا الموضوع أو ذكر هذه التفصيلة بأنه يكون أكو استقطاع ضريبي، رغم في حين ما كانت أكو اجتماع لإقرار الموازنة لغوا هذا الموضوع. صح. لغوا، لكن من بعدها رجعوا له مرة ثانية، لكن هذه الرجعة شفنا أكو إصرار بها على الموظفين وعلى الاستقطاع الضريبي. ومثل ما ذكر مصطفى يعني اليوم مع ارتفاع سعر الدولار هذا خفض من قيمة الدينار العراقي، يعني مثلا اللي راتبه مليون معناها بالعراقي صارت قيمته 700 أو 600 ألف. اليوم دا نشوف المواد الغذائية، دا نشوف بالأسواق السوبر ماركتات غيرها أكو ارتفاع مو طبيعي. اليوم أنا عندي إيجار، اليوم أنا عندي هواية مصاريف، عندي هواية يعني التزامات بهذه الحياة، فشلون أنا اليوم راح أمشي وضعي؟ شلون أنت تفرض الضرائب على الموظفين حتى لو كانت اليوم رواتبهم عالية؟ ما إحنا كنا نعرف، رغم أنه موضوع رجع برميل النفط أنه هو استقر. صح. وإحنا ذكرنا هذا الموضوع بأحد الحلقات بفقرة ليش وصار سعر البرميل لـ70، يعني معناها انتعش. المفروض هنا سعر الدولار يرجع لي اصلا 120 121 يرجع لي طبعا اكيد بالضبط. المفروض هذه الامور تكون طبيعيه، فاليوم الدولار ما رجع، بالعكس انما سمعنا دي يصعد اكثر واكثر، يعني 140 145، ورايدين يوصلوا لل 160. فاذا وصل لل 160 هنا راح تكون كارثه مو فقط على المواطن، راح يعيش المواطن بالمجمل اليوم المواطن العراقي شلون راح يعيش في هذه الحاله. فبيت القصيد وين هنا؟ انه احنا نريد نعرف رايكم مشاهدينا بهذه القضيه وخاصه الموظفين، لان هم هذه القضيه تمسهم بالدرجه الاولى والاساس. والمشكله يعني هل راح يكفي راتبهم هنا اذا انفضت عليهم الضرائب؟
هل راح يقدر المواطن العراقي انه اليوم يقدر يتعايش مع الظروف اللي احنا بيها؟ فالضرائب اللي انفرضت لا اكو مقابل ولا اكو بها فائده للموظف. طيب ما اليوم البرلمانيين اللي عندهم رواتب خياليه، الفضائيين الموجودين بالوزارات، الناس اللي قاعده ببيوتها وقاعده تستلم رواتب بدون ما توصل لاي دائره ولا اي وزاره. احنا نريد نعرف منكم ورايكم انتم عن هذا القرار من وزاره الماليه بفرض الضرائب على المواطن والموظف اللي راتبه يا دوب يكفي، يا دوب يكون له السند بظل الظروف اللي احنا بيها والاسعار الخياليه وسوق اللي صاير نار. فاليوم احنا بفقره ليش راح ناخذ انه ليش المواطن العراقي يستقطع من راتبه الضرائب بدون مقابل او فائده ترجع له. طيب ليش وزير الماليه اليوم يعود مره ثانيه بالاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين رغم التبعات السلبيه على المواطن والموظف نفسه؟ حابين نعرف رايكم بهذا الموضوع، وانتم راضين على هذه الضرائب اللي فرضتها وزاره الماليه اذا تم تطبيقها بشكل فعلي وشكل كامل على كل الموظفين؟ فارقامنا ظاهره وياكم في اسفل الشاشه، ننتظر كل اتصالاتكم وكل مقترحاتكم ورأيكم بهذا الموضوع عن الضرائب اللي انفرضت على المواطن العراقي. حتى مو فقط احنا نتحدث بالموضوع، وايضا السوشيال ميديا تكون اكو هاشتاغات بتعديل هذا القرار او الغائه من الاساس. ايضا نحب نسمع مشاركاتكم وضروري تتصلون بينا تشاركونا برأيكم او نعرف اليوم انتم موافقين على هذا القرار او لا، تطبيقه من عدمه. فيا ريت تتصلون بنا على ارقامنا الظاهره في اسفل الشاشه، نحب توصل اصواتكم للجهات المعنيه يعني وللحكومه حتى يا ريت يتنحون او هذا القرار يلغي تماما، لان كنا مدركين ونعرف تبعاته هي سلبيه وما بها اي ايجابيه. الواقع بها فقط اليوم الموظف، الموظف الحكومي اليوم كان حلم حياته يتوظف ويكون عنده راتب. واكو نقطه ثانيه بالضبط اريد انوه على نقطه ثانيه، هو ايش قد يريد يطلع راتبه حتى لو مليون؟ لحقتوا على المليون وكل سنه، يعني كل سنه ايش قد يريد يكون اكو زياده على الراتب؟ 60,000 فقط. مشكله. خلينا ناخذ اول اتصال ويانا احمد من بغداد. صباح الخير ابو شهاب. صباح النور، رمضان كريم علينا. الله أكرم علينا وعليكم يا رب. أحمد، اليوم بدنا نحكي عن الضرائب اللي فرضتها وزارة المالية، أنت موظف؟ أنا عسكري. أها تمام، ايه. راح يستقطع من راتبك؟ لا استثناء، سمعنا اكو استثناء. أنت اللي شاملك الاستثناء، طيب أنت شنو رأيك بفرض الضرائب على رواتب الموظفين؟ والله أخوي اللي أنت أنا على بس أعقب على الكلام لأخذ. تفضل. نعم. تفضل. احنا المنتسبين قلنا رواتبنا عاليه ولازم يعني يصير علينا استقطاع. اخوي احنا يرحم والديك، احنا اذا رواتبنا عاليه ليش؟ لان نسبه الخطوره مالتنا طبعا اكيد اذا مو 100%. صح تمام. اكثر الناس احنا معرضين للخطر هو احنا. هاي اول شيء، ثاني شيء اقل واحد مصاب مضروب ضربه يعني اللي سهله شغيله ضربه ثاني بالرمادي. نعم. دبيت عليها 2.5 اسوي بيها عمليات في تركيا وبطلت من الدوام وبعدين رجعت. نعم. انت بشرفك يعني هاي تقارن وين الموظف اللي هو لا بس اذا تسمحني هي هنا ما قارنت. كلهم عندهم مسؤوليات وياك، انا اكيد انتو اكو خطوره بالموضوع، بس بالتالي الموظف العادي احنا بدنا نحكي من قيمه راتب الموظف، ما انت مثل لا. ما عندك مسؤوليه هو همين عنده مسؤوليه، فاني ما اسوي مقارنه. لا يرحم والديك، انا خريج كلية تقنية إدارية قسم إدارة الجودة. زين. حراس. منتسب جندي. زين. هسه اللي موظف اللي يعني قارنين ويا الموظف المدني ويا العسكري هاي كبر غلط. بالمقارنة احنا عندنا هاي غلط. لا. يمكن مسؤوليته هاي مسؤوليته إدارية. احنا مسؤوليتنا أمنية يعني أخطر من يمكن. أكيد بها خطورة واحنا مناكرين هذا الشيء ونعرف بهذا الأمر. يعني فاللي يعني احنا صدق صحيح يعني ضد هاي الاستقطاع وهذا يعني ما له داعي، لان باقي الوزارات يعني كل من مسؤوليته ما يسوي ضريبه يعني دخل عليهم قوي. وانتم جت احمد وانتم جت فتره بنفس الوقت ايضا تم استقطاع من عندكم، صح لو انا غلطان؟ استقطاعات انواع واشكال. استقطاعات جتكم وقطعوا رواتبكم وتاخرت رواتبكم، واحنا كنا اول الناس، احنا كنا اول الناس اللي حكينا لصالحكم. صح. عن انتم خط الدفاع الاول وانتم اللي ضحيتوا بارواحكم. يعني حبيت اشارك من سمعت الاخت اللي تقول لي العسكري
منتسب اقل واحد هسه رجل المرور اللي يوقف هسه بالشارع هذا خطوره عليه 50%، يعني هذا بقل شيء اقول لك اياه. اكيد صح، 50% على ساعه يصير يا محطه. طبعا طبعا احنا طبعا احنا بنفس الوقت هاي راس التقاعد وهاي العائله يعني شيء ما يسولف فيه. احمد احنا نتمنى لكم يعني نتمنى انه دائما الله يمدكم بالقوه، ونتمنى انه دائما الصحه والسلامه لكم. انتم حماه الوطن، انتم شرف الوطن، انتم اساس لهذا الوطن، واحنا كليتنا كعراقيين عايشين بخطوره، يمكن انتم احنا وكنا كشعب كل من عايشين بخطوره بهذا البلد واجباته. فشكرا لمداخلتك ولكلامك، وهنا انا بس ارجع انوه على شغله. شكرا لك احمد. حسناء هي ما قارنت بموضوع انه بالضبط. شكرا لك احمد. يعني هي ما قارنت انه ليش انت تستلم كونك بوزارة الداخلية أو الدفاع أو المواطن الموظف العادي، هنا ما صارت مقارنة. أو أني مصطفى ذات اسمح لي عقبت على كلامك، ذكرت أنه الاستقطاع الضريبي يكون على الرواتب العالية، مع أنه مستثنين اليوم الدفاع والداخلية اللي هم هم رواتبهم عالية، كل من وإلى مسؤوليته واجباته. وأني ما أنكر اليوم الداخلية بالضبط والدفاع اللي هم مهامهم ومسؤولياتهم أكثر، وبنفس الوقت أكو خطورة على حياتهم. يعني بس أكيد حسناء هنا أنا شنو ذنب الموظف أبد ما يشمل كلامها موضوع المنتسبين، يعني الناس البسطاء اللي هم بوزارة الدفاع والداخلية، الحب والاحترام لهم. لكن أكو ناس موجودين وانتم تعرفوهم واحنا نعرفهم، هم بداخلكم وياكم وما يداومون ولا معرضين نفسهم للخطر، وده يستلمون رواتب خيالية. احنا النقطة الأساسية والرسالة المبطنة اللي وجهتها حسناء هذه اللي كانت، مو على المنتسب اليوم اللي هو تعبان بالشارع وده يتعب وده يقاتل ويضحي بنفسه، لا، على الناس اللي قاعدة رجع على رجل وهي متعينة بوزارة الداخلية وما مقدمة اي شيء، مجرد تستلم الراتب وبراس ابنه. واحنا من حكينا لابد كل بيت عندنا منتسب طبعا. هذا واقع حال. عندنا اتصال من رولا. صباح الخير ورمضان مبارك يا رولا. صباح النور ورمضانكم كريم. الله اكرم عزيزتي. بالبدايه حضرتك موظفه؟ اي نعم، انا حابه اشارك بهذا الموضوع. تفضلي. تفضلي. بالبدايه هم من فرضوا انه سعر الدولار يكون اعلى من سعر الدينار العراقي. طيب. لان احنا عندنا ازمه اقتصاديه، ولانه سعر برميل النفط تدهور الى ادنى مستوياته، وكانت هذه هي الحجه الاكبر حتى تتم هذه العمليه وتستمر فتره طويله الى يومنا هذا. وشفنا ان الدولار لحد الان هو اللي قيمته اعلى، والمواطن رضى بهذا الشيء ورضى بكل تبعاته. من اجي اني على قيمه الراتب مالتي، وانت ذكرتوها واني ارجع اذكرها، انه اني قيمه راتبي اليوم مو نفسها اللي اني اشتغلت فيها من البدايه، يعني انا هسه قيمه راتبي منخفضه عن سعر الاشياء الموجوده بالسوق، منخفضه عن القدره الشرائيه اللي المفروض اني بيها هسه كموظفه. يعني انت يعني اذا تقارنين راتبك المواطن العراقي ادعم الاقتصاد. شلون ندعم الاقتصاد غير ادعم القدره المعيشيه للمواطن حتى طبعاً. يقدر يطلع للسوق يشتري، حتى تتداول الاموال بالسوق، حتى اني اقدر اروح للبنك واودع فلوسي. زين هو المواطن اللي راتبه يا دوب يكفي المستلزمات اليوميه، الايجار، الكهرباء، اللي فلوسه متداوله بالسوق وبالبنوك وباقي المؤسسات. فيعني معقوله وزير الماليه لحد الان هو يقول انا هاي خططي هي تنظر الى البعيد، تنظر الى مستقبل اقتصادي مستقر؟ زين اني هسه اني وضع المواطن الاقتصادي بالدهوه، شرح الاقتصاد. زين برايك فرض هذا الموضوع شنو الغايه من عنده، مع انه الكل مدرك هو راح يكون بسلبيات عديده على الموظف بالتحديد، شنو الغايه من اتخاذ هذا القرار؟ هو احنا كنا بنتساءل كمواطنين كموظفين، اللي عاملين بالقطاع الخاص واللي عاملين بالقطاع الحكومي. زين. احنا كنا بنتساءل انه شنو الصحوه من هذه الخطوات؟ اذا انا المواطن بيتضرر ماديا، بيتضرر اقتصاديا، يعني بغض النظر عن اقتصاد البلد المتردي يعني بسبب كورونا، صح؟ يعني كلها عليها علامات استفهام. بالضبط بالضبط. فأكيد احنا نتمنى يكون اكو تصريح من وزير المالية بلقاء حصري حتى نعرف فعلا شنو الغاية او الفحوى من اتخاذ هذا القرار. شكرا يعني لك والاتصال. من المواطن يريد يحكي على وقت الاستقطاع الضريبي يطلع لديه قضية اخرى، هي ان احنا الدولار بعد رح نرفعه. زين، وهذا كارثة اكبر بيد البرلمان الان، مو فقط وزير الماليه. لا طبعا أكيد. يعني احنا ايضا ذكرناها وحكينا بها. شكرا لك رولا ولمداخلتك ولكلامك، وهي واحده من الموظفات اللي تعنوا هذا الموضوع. واحنا ذكرنا وحكينا وقلنا انه احنا اليوم السوق العراقي
عندنا الاسعار خياليه صح، وظل الظروف اللي احنا بها الاقتصاديه وازمه كورونا اللي مرينا بها واللي بعدنا نمر بها اكيد بنفس الظروف، والناس اللي عايشه على القوت اليومي والموظف اللي يا دوب مدبر عيشته، يعني هم عنده خط، هم عنده التزامات، هم عنده مولد، هم عنده ايجار، طيب هذا التخفيض بده يصير ال 20% وال 40%، جيبكم منترس؟ يعني اني هذا الشيء اللي محيرني، هذه الاستقطاعات اللي تصير، حتى المتقاعد ما خلص منكم، لا الموظف خلص منكم، لا المتقاعد خلص منكم، لا المتعين خلص منكم، خلي يصير استقطاع ضريبي، آمنا بالله الموضوع طبيعي، لكن فائدة. مو بس فائدة اولا، ثانيا سعر الدولار لوش ما تخفضوه، لوش لحد الان مرتفع رغم انتعاش برميل النفط من ناحية السعر اللي هو 70 دولار تقريبا بهذا الرقم مثل ما ذكرنا باحد الحلقات السابقة ومثل ما عرفنا من خلال الاخبار. طيب شنو السبب او اللي يمنعكم لحد الان باقي الوضع كما هو من ناحية سعر الدولار وكل هذه المشاكل، وكل يوم دا ننصدم اكثر واكثر من القرارات اللي دا تتخذها الحكومه العراقيه، والك الله يا العراق. اذا مشاهدينا الكرام نتمنى كفينا وفينا بهذه الفقره عن كل الامور اللي طرحناها من مشكلات بما يخص الاستقطاع الضريبي، اذا باقين وياكم ومستمرين بفقراتنا لكن بعد هذا الفاصل.